التحية متجددة مشاهدينا الكرام، واللغة هكذا تسير انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة في تحدي أشواط صباح هذا اليوم. يسير على بركة الله وتوفيق شوطنا العاشر في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. نسير مع انطلاقة هذا الشوط والخاص للجعدان، نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول شاهين لعبد الله بن مطر بن حاثة الكتبي اللي ينطلق على مقدمة هذا الشوط وعلى الصدارة وعلى المركز الأول، بينما الانتقالة إلى ثانية المراكز اللي ياتينا هنا الكايد لعبد الله بن راشد بن محمد الغفلي، بينما الغدوم على المركز الثالث الوصول من مغيض لمحمد بن ناصر بن علي النعيمي، بينما في رابع التحديات مياس لسهيل بن صقر بن محمد العامري يحتل المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما في خامس التحديات في المركز الخامس لأجد الفاتن لعبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى، أتممناها لحضراتكم في مسيرة هذا الشوط وهذا التحدي الجميل. وبعود إلى مقدمة هذا الشوط، بعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول ما شاء الله وتبارك الله. شاهين المسيطر عبد الله بن مطر بن حاثه الكتبي يتقدم على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني اللي ياتينا في هذه اللحظات هذا الكايد لعبد الله بن راشد بن محمد الغفلي، والغدوم من قبل مياس في المركز الثالث لسهيل بن صقر بن محمد العامري، بينما في ثالث رابع التحديات اللي يتقدم هذا هو راهيل سعيد بن احمد بن عيلان المحيري، بينما في خامس التحديات الغدوم من الفاتن لعبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي. هذه هي النتيجة والنداء الثاني، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شاهين بدأ يقترب من الكيلو المتر الأخير بقيادة عبد الله بن مطر بن حاد الكتبي، ينطلق على مقدمة هذا الشوط، يندفع على البداية الأولى، ولكن بن سالمين اللي ما منه سلامة بالفعل يتقدم هنا مع مياس سهيل بن صقر بن محمد العامري، ينطلق على المركز الثاني والوصول على المركز الثالث من شعار المهيري، يتقدم هنا ليقدم راهية سعيد بن أحمد بن عيلان المهيري، ورابعا الفاخر سعيد بن سالم كاظم المسافري. هذه هي الاسماء، هذه هي مشاهدين الاعزاء التحديات في الغلاف الجوي الاخير. يا سلام يا سلام، مياس 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 انطلق على مقدمة شوط على المركز الاول في هذه اللحظات، يقدم لنا سهيل بن صقر بن محمد العامري على مقدمة هذا الشوط وشعار بن حاثة، والقدوم من مصدع احمد بن هياي بن عبيد المنصوري. اللحظات النهائية بن صقر وبن هياي في معركة ايضا طاحلة في الامتار الاخيرة، ولكن سلام سلام عليكم يا اهل العين يا اهل منطقة زاخر على هذا الفوز الذي قدم لنا. مياس المركز الثاني يتفي مصدع لأحمد بن هياي بن عبيد المنصوري، والمركز الثالث فكان من نصيب له وشاهين عبد الله بن مطر بن هذا الكتبي، ورابعا اللي أتى في مشاهدينا الكرام اللي أتى فيه اللي هو أيضا حظ لعبد الله بن شطيط بن سعيد العمري، وخامسا أصبح من نصيب
اللي هو شاهين محمد بن عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى. نعود بالتهنية والناموس إلى مالك اللي هو مياس الذي فاز بناموس هذا الشوط ليهدي بصقر هذا الانتصار الجميل بتوقيت مقداره قاطع الثلاثة كيلومترات في أربع دقائق و34 ثانية. تهانينا والناموس لسهيل بن صقر بن محمد العامري، والتهنية لبن سالمين الذي راقب انطلاقة مياس، وسلاماتنا نزفها إلى العين مدينة الخضرة والجمال بالأخص لأهالي منطقة زاخر. تهانينا والناموس للجميع.